بعض الفصائل تعلن أنها خرقت الهدنة وفعلا تستهدف رتلا للتحالف الدولي أو حتى رتلين للتحالف الدولي. ما الذي يعنيه ذلك في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها بدأت في المرحلة الثانية من سحب جنودها من البلاد؟ حقيقة استهداف هذه الأرتال وهي بالنهاية هي شركات عراقية تقوم بنقل معدات وتجهيزات إلى التحالف الدولي سوف لن يؤثر على القوات الأمريكية أو على التحالف الدولي، ولكن حتى تسجل نقاط لهذه الفصائل على أنها من هي أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب، في حين أن خطة الانسحاب وضعت في العام الماضي أو في بداية هذا العام والتي تشمل على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان تقليص عدد القواعد ومن ثم تخفيض عديد القوات في بعض القواعد في 15 يناير القادم، وأعتقد سوف يكون انسحاب نهائي في أيار المقبلة سواء كان بايدن أو كان ترامب. طيب. أعتقد سوف يعتمد المرحلة الثالثة على الظروف أو على البيئة الإقليمية وظروف الصراع الإيراني الأمريكي الذي قد يؤثر على الانسحاب من عدمه. طيب، إذن هو محاولة لتسجيل موقف والقول أن القوات الأمريكية تنسحب من العراق بفعل هذه الاستهدافات، لكن ماذا عن قاذفتين B-52 تحلق فوق الخليج العربي؟ يبدو بأن هناك حركة أمريكية أو تخوف أمريكي من أي استهداف إيراني، والمعروف أن العراق يمكن أن يكون ساحة لهذا الاستهداف، بالتالي مواجهة بين واشنطن وطهران. هي رسالة ردع، يعني عندما يتم تحليق قاذفات B-52 والتي أرسلت 3 إلى 4 قاذفات إلى المنطقة قبل حوالي 2 شهر أو أقل، ومن ثم تحريك حاملة الطائرات USS نيمت من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الخليج، ويأتي ضمن استراتيجية الردع التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، ونحن نعرف أن هذه المرحلة الانتقالية ما بين ترامب وبايدن هذه مرحلة مهمة، تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أنه قد تشن بعض الجماعات أو تقوم إيران ببعض العمليات في منطقة الخليج العربي، ولهذا هي أرسلت هذه الطائرات إلى المنطقة. ثانياً هي لتغطية الاختلالات في توازن القوة عندما قررت تخفيض قواتها في 15 يناير، يعني هناك سوف يتم لا توجد هناك قوات أو عديد قوات كبيرة على الأرض، وبالتالي فيتغطي هذا النقص أو هذا الفراغ في العمليات بطائرات B-52، ونعرف أن طائرات B-52 وسلاح استراتيجي مؤثر جدا تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لردع الخصوم. نعم. إذن هذا هو السبب الرئيسي في إرسال هذه الطائرات وهذه السفن إلى الخليج. أستاذ ماجد، هناك تقارير عديدة تتحدث عن أن الجانب الإيراني لن يقوم بأي استهداف للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لا في العراق ولا في غير العراق، قبل أن تنتهي فترة ترامب، هذه الفترة الانتقالية، وأن يأتي بايدن. هل يمكن النظر إلى سلوك الفصائل التابعة لإيران في العراق بنفس العين؟ هل يمكن أن نقول بأن هذه الفصائل أيضا ستلتزم بما تقرره إيران، أم أن هذه الميليشيات يمكن أن تسلك سلوكا مختلفا؟ لا ممكن أن تسلك سلوك مختلف، يعني وخصوصا أن هناك إنكار من بعض الفصائل الكبيرة العاملة على الساحة العراقية بأنها ليست هي مسؤولة عن هذه العمليات في إطلاق الصواريخ في بعض الأحيان أو استهداف بعض الأرتال. هي عمليات يعني إنكار من هذه الفصائل وعدم تحملها للمسؤولية. أعتقد إيران اليوم هي أمام خيارين، أما استمرار للعقوبات وأما التفاوض مع بايدن. أعتقد هي تتجنب تصعيد عملياتي في المنطقة على أمل أن تقوم إدارة بايدن بالتفاوض، ولكن بايدن أيضا هو لا يستطيع كسب كافة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، وبالتالي هناك سوف تكون هناك شروط، وأول هذه الشروط
هي العودة إلى الاتفاق النووي 5+1، والتي قررت إيران رفع مستوى التخطيب أو منسوب التخطيب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية. ثانيا، قد أيضا يناقش بايدن مسألة وضع الفصائل المسلحة التابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن، وكذلك البرنامج الباليستي الصاروخي الإيراني. أعتقد إيران ليس في وضع يسمح لها بشن عملية ردا على اغتيال العالم النووي، بحيث يؤدي إلى انزلاق الأمور إلى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد يعني سوف وإن قامت فتقوم بعمل محدود لا يتعدى استخدام الوكلاء في المنطقة لضرب بعض الأهداف لحلفاء أمريكا وليس للمصالح الأمريكية بشكل مباشر. لأنه تدرك استهداف المصالح الأمريكية بشكل مباشر سوف يكون هناك ردا أمريكيا. يبدو فعلا أن مسألة سلاح الفصائل أو سلاح الميليشيات السلاح المنفلت سيكون أحد النقاط المناقشة في أي عودة للاتفاق النووي بين طهران وواشنطن. أشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني الأستاذ ماجد القيسي، شكرا جزيلا لك.